أجيال الصناعة. نعم، هم هؤلاء النخبة الذين تترقبهم الصناعة وتنظر إليهم عن قرب من خلال كلية ينبع الصناعية التي تحتضن هؤلاء الأجيال وتعمل على تعليمهم وتأهيلهم لينيروا بعقولهم ويديروا بسواعدهم عجلة التقدم والازدهار في هذا الوطن المعطاء. تقع مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أحد أهم الممرات المائية التي تربط المملكة العربية السعودية المصدر الأكبر للنفط عالمياً بأوروبا وأفريقيا. تم إنشاء الهيئة الملكية في المملكة في مدينة ينبع عام 1975 ميلادية، وذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لهذه المدينة وتحويلها إلى مدينة صناعية. وسرعان ما أصبحت هذه المدينة تشكل الميناء الغربي للدولة لتصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى الأسواق العالمية. ونظراً للحاجة المتزايدة لإعداد الكوادر البشرية السعودية المدربة تدريباً تقنياً عالياً لإدارة هذا النمو الاقتصادي السريع، قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء كلية ينبع الصناعية عام 1989 ميلادية. تعد ينبع اليوم مركزاً لصناعات الهيدروكربونية والبتروكيماوية والصناعات المعدنية الثقيلة. وتعد كلية ينبع الصناعية خريجيها بكفاءة أكاديمية وتقنية عالية، مما يدفع القائمين على الصناعة المختلفة بالاستثمار التعليمي في الكلية بالغاً في ذروته 12 مليار دولار. وفي غضون عقدين من الزمن أصبحت كلية ينبع الصناعية المصدر الرئيس لإعداد القوى العاملة التي تخدم القطاع الصناعي في المدينة للمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني. يتصف النظام التعليمي في كلية ينبع الصناعية بالتميز، ويضم المجلس 20 عضواً يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات في مدينة ينبع. وتساهم هذه الشركات بشكل فعال في تصميم المناهج الدراسية في الكلية لتتوافق مع احتياجات الصناعة بمعدل إجمالي يفوق مليار دولار. ونتيجة لذلك يتزايد الطلب بصورة مستمرة على خريجي الكلية في سوق العمل، وتستمر الكلية في الحفاظ على وضع إعداد طلبة بأفضل المستويات. تمنح كلية ينبع الصناعية درجة البكالوريوس ودرجة الشهادة الجامعية المتوسطة ودرجة الدبلوم في كل من التخصصات التالية: تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وتقنية الهندسة الميكانيكية، وتقنية الهندسة الكيميائية، وتقنية الإدارة الصناعية، وتقنية هندسة المساحة. كما تم الاعتراف بالتخصصات المذكورة في الكلية من قبل الجمعية الأمريكية للبرامج وكليات الأعمال الجامعية ACBSB في الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الاعتراف بالتكنولوجيا والهندسة. تضم كلية ينبع الصناعية 92 عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه من أصل 332 كادر تدريسي مميز، إضافة إلى المناهج المختارة بعناية والغرف الصفية المميزة. كما تتسم أساليب التدريس في كلية ينبع الصناعية بتركيزها على النواحي الصناعية والمشاريع العملية والتدريب الإلزامي في الشركات الصناعية الرائدة، والذي يعد جزءاً أساسياً من الخطة الدراسية. يتم إثراء القدرات المعرفية والعلمية للطلاب من خلال تركيز الهيئة التدريسية
على أساليب البحث العلمي والندوات والمؤتمرات. لقد تم ربط الكلية مع الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا لأغراض البحث العلمي المتقدم وتبادل البرامج بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس. إن إعداد قادة المستقبل هو ما يصبو إليه كل من الكادر الإداري والتدريسي في كلية ينبع الصناعية. يتحقق ذلك من خلال إبراز أهمية النمو الشخصي والبدني والثقافي والفكري لعدد يفوق 3000 طالب في الكلية. كما تعتبر اللغة الإنجليزية هي لغة التواصل في الكلية، وذلك لإعداد الطلاب للأسواق العالمية. ولضمان البيئة المثالية لتعليم جيد، فقد قامت إدارة الهيئة الملكية بإعداد وحدات سكنية للطلاب مهيئة بشكل مناسب، وكذلك قامت إدارة الكلية بتأمين وجبات طعام مخفضة وعناية طبية مميزة بمستشفى الهيئة الملكية المعد بأحدث التقنيات الطبية. تغطي مباني كلية ينبع الصناعية مساحة 500,000 متر مربع بالقرب من شواطئ البحر الأحمر. كما وتضم مباني كلية ينبع الصناعية أفضل الغرف الصفية الحديثة ومكتبة ضخمة ومعامل وتجهيزات متطورة. إن فرصة الحصول على بعثة دراسية في كلية ينبع الصناعية مفتوحة أمام جميع الطلبة الذين يتمتعون بقدرات وطموحات عالية. وعلاوة على ذلك، تبتعث الكلية طلبتها المميزين إلى جامعات عالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. من المعروف أن الجو الاجتماعي الصحي يساعد في بناء شخصية سليمة، حيث وفرت الجو الملائم لمساعدة الطلبة على إدراك قدراتهم وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتقدير العالم من حولهم. وكل ذلك يلعب دورا رئيسا في تعزيز الثقة بالنفس، حيث تصبح عبارة "نعم أستطيع" هي المنارة التي تضيء درب الطلبة.